عبد الكريم قلت لي موجد لينا واحد المفاجاه المتتبعات فرش وعمر عندنا وخير تنعطوا هادو جوج كادو جوج كادو جوج ديال الطابوريات كادو كادو شوفوا لي البنات ديروا الارسال ارسال فابور ارسال في كازا في كازا الارسال البنات فابور بالمجان يلا اختي سالي الساق الاسود ما نسيناكم شوفوا لي ما شاء الله والصوم شي حاجه بصحه شوفوا لي البنات تبارك الله هذا راه تخيلوا معايا هذا الصالون كيفاش غادي يطلع ما شاء الله شوفوا لي يا خطيه ديالها ورينا خويا ورينا شوفوا لي تبارك الله شي حاجه زوين غزاله كتحمق شوفوا لي البنات كيفاش بحال ما هكا وفاش الاخر تديريه ورد شوفوا لي السلام عليكم متتبعات قناه غزاله بريستيج مرحبا بنا اليوم كنتواجدوا في الاناسي البنات المحلكم المفضل ديال طلامط اللي كلكم شكرتوه ليا اليوم كنتواجدوا عند مفروشات عبد الغني واليوم معنا شكون معنا عبد الكريم اليوم يخدم معنا الاخ عبد الكريم السلام عليكم خويا عبد الكريم بخير سي لاباس الحمد لله كدير انت بخير كاين صوت شي حاجه في البروكاج حاجه زوينه ياك جينا مع الجديد مع الجديد يلا ندعو على بركه الله ما تنساوش البنات لايك واشتراك الا ما كنتيش مشتركه كاين هاد الزوار ونبداو شي حاجه زوينه شوفوا لي هادي ديال الحنش شوفوا لي البنات بلاش نقرب لكم اختي شوفوا لي هادي اخر ما كاين البنات اليوم في البروكار كاين الخديه على شكل ديال مطروز شوفوا لي الخدي واو شي حاجه زوينه شوفوا لي البنات بلاتي قرب ليهم شوفوا لي ما شاء الله هادو شكيلات وزواقات جداد شوفوا لي البنات كاين في الكري ديالها كاين الكري شوفوا الكري ديالها الكري مع الذهبيه البنات غزال هذا البنات شوفوا لي ما شاء الله شوفوا لي كيفاش داير شوفوا لي الخديه هذه ياك شوفوا لي الخديه ونشوفوا الزواقات ديال الطلميط انت اختي شوفي لي ما شاء الله شي حاجه زوينه شي حاجه طاب اخويا وقبل ما ندوزو نشوفوا اللوينات قولي لنا الثمن اخويا عبد الكريم 30 درهم البنات اليوم البروكار البنات 30. اخر ما كاين شوفوا لي غير ب 30 درهم شوفوا لي ما شاء الله البنات هذيك الطلميطه كاين الخديه بشكل بحال هكا شوفوا لي ها نتوما الخديه عاوتاني هذه شكل اخر شكيلات غزالين كيحمقوا الجديد الزرق هذا الزرق ملكي شوفوا لي الزرق ملكي هذا زرق موف شوفوا لي ما شاء الله غزالين صراحه لوينات غزالين حاجه زوينه شوفوا لي البنات شوفوا لي يلا اختي اختاري الناس ديال خارج كازا سكريني ليا وصيفطي الارقام اللي خليت لكم في الفيديو وبالنسبه للناس ديال كازا جيو المحل مرحبا بكم شوفوا لي الخضر الملكي عشاق الاخضر الملكي ها انت اختي شوفي لي كاين هذيك وخورينا الخديه ديالو وكاين هاد الطلميطه 3 بياس هذه 3 بياس شوفوا لي ما شاء الله هاي الخديه شوفوا لي التاج شوفوا لي البنات ما شاء الله غزاله كتحمق شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله غزاله شي حاجه زوينه حتى هي 30 درهم 30 درهم شوفوا لي البنات هذا الموديل هذا حتى هو 30 درهم البروكار اليوم 30 درهم الرواله ماشي الرواله باش كنهضروا على الكونتيتي يلا اختي سريعي بنات خارج كازا دائما سكريني وتواصلي مع ارقامي في الفيديو والناس ديال كازا جو مرحبا بكم المحل راه كيتواجد في البرنوصي باب الاناسي يا قصريه عفوا ماشي البرنوصي الاناسي قصريه باب الاناسي رقم المحل 53 على من يسولو عبد الغني عبد الغني شوفوا لي عاوتاني شوفوا لي البنات هاد الزواقه هادي شحال كتحمق هذا الطوب شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله نشوفوا هذه ماويه عاوتاني هذه خويا حتى هي تما اليوم شحال تبقى 30 درهم كانت 70 درهم 60 درهم دابا 600 درهم يلا ما بقاش 70 درهم اليوم غير 30 درهم كثر من النص بالنص كثر من يلا ورينا خويا الشكيلات اللي كاينين فيها نشوفوا هذا اللون هذا النق خلينا في الطوب نيت فيها كل شوفوا لي عاوتاني الكري انا اختي شوفوا لي الكري ما شاء الله هذا الكري بالذهبي اييه حاجه زوينه ب 30 درهم حتى هو 30 درهم ورينا اللور ديالو باش يشوفوا راه صبني وردي ها انت شوفوا لي شوفوا لي راه صبن ورد
وللاشاره البنات راه هاد الاثمنه هذه كيديروها مفروشه عبد الغني، لان نتوما عندكم المصنع، يعني عندكم المصنع خاص تقريبا كياخذوا الناس بثمن ديال الجمله، نقدروا نقولوا بثمن الجمله، ثمن الجمله شي حاجه يلاه، يعني كتاخذوا بالتقسيط ثمن الجمله، راه ما كاين محسن من هذه. وللتذكير حتى الخياطه راه كتخيطوا نتوما البنات، راه كيخيطوا دابا نيت راه حبسوا الخياطه غير لان كنصوروا دابا تبارك الله، راه شادين لي كوموند ديال الخياطه، الخدمه ديالهم غزاله ما شاء الله. ها نتوما نوريكم، شوفوا ليا تبارك الله، زعما راه شي حاجه طوب. الناس اللي كيقلبوا على محل يعني خيطوا فيه وتقداو في نفس الوقت، اتصلوا بعبد الغني اذا كنتوا خارج كازا وحتى خارج المغرب. الناس ديال كازا كل المدينه تتواصل، فوالا توصل جميع المدن وحتى خارج المغرب، خارج المغرب كلشي. نرجعوا اخويا التوب ديالنا، نشوفوا هذا اللون هذا البنات كيف ما قلنا الثمن ديالو حتى هو كيبقى 30 درهم. يلا ارى لينا خويا الزواقات الجديد، وباقين في الجديد وغندوزو عاوتاني لزواقه جديده في البروكار. شوف اللي ما تيحبش الورده يجي يدير هذه، هي اللي ما كيبغيش الورده فوالا يدير هاد. كاينه هذه شوفوا ليا الزواقه الروميه، هذه الزواقه الروميه، الزواقه الروميه في البروكار. شوفوا ليا الخضر ملكي، عشاق الخضر الملكي، شوفوا ليا ما شاء الله واو. شي حاجه زوينه كاينه غزال هذا البنات، شوفوا ليا ما شاء الله، وتروا بياس، تروا بياس دائما تروا بياس. شوفوا ليا شوفوا ليا لابغيونس، ورينا خويا الثوب من اللور باش يشوفوا الكاليتي ديال الخدمه كيفاش دايره. شوفوا ليا البنات ها نتوما، راه صبن ورد، راه ما يتحبب لك ما حتى شي حاجه. شوفوا ليا تروا بياس، الخضر كاين الكري ديالو، شوفوا ليا اللوينات، كاين الخضر ملكي، كاين الكري، شوفوا ليا الكري عاوتاني الرماج ديالو شحال غزال. ها انت اختي شوفي ليا الثوب، انا كنقرب لكم بالنسبه للناس خارج كازا باش يشوفوا معنا. الناس ديال كازا جيبوا مرحل المحل، مرحبا بكم. شوفوا ليا دائما 3 بياس، دائما 3 بياس، شوفوا ليا شي حاجه فن هذا عاوتاني. هذا اخويا عبد الكريم الثمن ديالو شحال يبقى ليه اليوم؟ شحال 40 درهم عوض، عوض 60 درهم 70 درهم، عوض 60 70 درهم اليوم غيبقى لكم غير ب 40 درهم. اجيو الباج مفتوح، اجيو استغلوا هاد الهميزه هذه ما حدا كاينه البنات. هاد العرض هذا شحال غيبقى اخويا عبد الكريم؟ العرض ديال هاد الاثمنه هادو شهر، شهر يلاه انتوما البنات يلاه اثمنه غيبقاو لكم مده شهر. شوفوا ليا هذا الباج مفتوح، هذا الباج مفتوح، هذا الباج الذهبي وكاين الترابي ديال الطوب. شوفوا الطوب لا تسمحوا لينا انا اختي، شوفوا ليا الترابي الرماج ديالو، شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله. هاد الزواقه اللي خدامين فيها شي حاجه زوينه، شوفوا ليا شوفوا ليا صراحه حلوين، كاين السفلون و حتى الموديلات غزالين. شوفوا ليا هذه الخديه، هذا الرومي دائما البنات العشاق الرومي. شوفوا ليا كاين حتى فيه هاد البلوس ديال حاجه زوينه. شوفوا ليا السيال صراحه كاع البنات كيحمقوا، وشوفوا ليا الخديه ديال السيال حتى هو كيبقى اليوم اليوم بثمن 40 درهم، 40 درهم البنات اليوم عوض 70 درهم، اثمنه مناسبه 40 درهم، 40 درهم اليوم، اليوم غير ب 40 درهم كلشي يفرش مع فريشات عبد الغني. وكيف ما قلت لكم راه هاد الاثمنه كيديروها لانهم هما عندهم المصنع، يعني تقريبا كتاخذوا بثمن ديال الجمله. اش غندوزوا دابا خويا عبد الكريم؟ كاين زواقه اخرى، يلا اجيو معنا نشوفوا الزواقه الاخرى شي حاجه زوينه فالكري. شوفوا ليا واو، شوفوا ليا الكري عاوتاني البنات ما شاء الله، هذه زواقه غزاله هذه. شوفوا ليا الخديه كيفاش كتجي انتم البنات، اللي عجبتها شي حاجه وكانت خارج كازا سكريني، وتنزل كازا سكريني وجي للمحل باش كتسهلي على راسك وتسهلي عليهم. وكاين هذه الطميطه وكاين هذه باش دير الطميطه سامبل، شوفوا ليا السامبل ديالها انت شي. شوفوا لي ما شاء الله زاد غزاله في حقيقه، شوفوا لي شي حاجه راه ماجه هذه شي حاجه اها. وكاينه شوفوا لي هذيك كاين الترابي، الخديه شوفوا الترابي دابا اولا الطوب، شوفوا لي غزال كيبقى الطوب شي حاجه واعره صراحه. شوفوا لي انا اختي، شوفوا لي الثوب كيفاش كيلمع، هاد اللمعه غزاله في الثوب، حاجه مزيانه ماشي تنتف اكيد. ها انت شوفي لي اختي قربي تنتف ليك ولا شي حاجه، وشوفي معانا ها انتم البنات راه صبن ورد كما قلت لكم، راه ما يتحبب ما حتى شي حاجه يعني للدوام. في حتى الباج مفتوح، شوفوا لي عاوتاني الباج، الباج الذهبي شي حاجه زوينه.
كنتمنى تكون واضحه لكم اللمعه البنات، لان راه صراحه الكاميرا ما عطاتش حقها. شوفوا لي راه الحاجه راه كتجيو تقيسيها عاد كتبان لك ماشي بحال الكاميرا. شوفوا لي خيط وتفرج هذا طبيعه الحال. وبالنسبه للخياطه نعاودو نذكرهم بلي راكم كتخيطوا يعني تقدر وحده من خارج كازا دوموندي التوبن عندكم وتخيطوه ليه وتصيفطوا له الصالون واجد، ما كاين ما احسن من هادشي صراحه. شوفوا لي هادي مخيطه البنات، ها انتم التاج ديري فاس ورده، فاس ورده وفاس ديري نص نص وتدخلي فيه الكرون. شوفوا لي اللسان في الذهبي جغزاء، عفوا في البوغدو كيحمق صراحه، عطا واحد اللون زوين. والثمن 45 درهم، هذا 45 درهم. تبعوا معنا البنات هادو اللي شفناهم دابا، الثمن الجمله هذه 45 45 درهم. اش غندوزو دابا سعود الكريم، باقي في هاد اللوين ها هو، نشوفوا هاد اللون هذا. شوفوا لي بلونوي، ها انتم مخشي البلونوي. شوفوا لي واو صراحه غزال هذا اللون هذا، حتى هو البنات انا بعدا حرت. شوفوا لي شوفوا لي كيفاش شي حاجه زوينه صراحه زوينه. شوفوا لي ديالو على شكل تاج او ورده. شوفوا لي ها انت هذه خدمه تركيه، تركيه شي حاجه زوينه. شوفوا لي نشوفوا هنا 3 بياس، حتى هو 3 بياس والثمن دائما 45 درهم. شوفوا لي البنات يلا سكريني الناس ديال خارج كازا والناس ديال كازا، جيو مرحبا بكم في المحل اللي كيتواجد في الاناسي بالضبط قصاريه باب الاناسي حدا محطه الطرام، المحل 53 رقم المحل 53، ودائما سولوا على فريشات عبد الغني. وشوفوا لي هاد الزواق، شي حاجه زوينه هادي في الموف بيرد قيل فين كنلقاو هاد اللون هذا. شوفوا لي الطميطه وكاينه الطميطه في هنا. شوفوا لي انتوما الرماش ديالو، شوفوا لي هادي الورده والتاج اولا الورده. شوفوا لي اللون ديالو كيحمق هذا، شوفوا لي اللي كيبغيو عفوا الموف بيرد. شوفوا لي وبالذهبي شي حاجه زوينه، وبالذهبي ما شاء الله كيحمق في هاد السياده. شوفوا لي السيال ديالو حتى هو، ها نتوما البنات نقرب لكم. شوفوا لي ما شاء الله شي حاجه طوب، وكاينه الخلفيه ديالو. شوفوا لي هذه فيها التاج كبير، زواقه كبيره هذه. شوفوا لي ديال المخده كيفاش دايره، فيها الباج مفتوح وكاين فيها الباج مفتوح اولا الطوب هذا باقي لا لا الباج. شوفوا لي وكاين الطوب ديالو، ها هو البنات. شوفوا لي شوفوا لي لابغيونس اختي، شوفوا لي لابغيونس. واني ديال مولات هذا هو هذا ديال واحد الكريانه اللي خداتو وخيطاته. شوفوا لي خذوا فكره انتم على هذه الخياطه كيفاش جات، صراحه جات واعره ما شاء الله، وتحيه للمتتبعه ما شاء الله. نص نص وفاس ورده، اييه شوفوا لي خيط الديكورات ديالو بحال ما صراحه جا فن ما شاء الله. كنتخيل الصالون كيفاش غادي يطلع بصحته وراحته مولاتو. شوفوا لي صراحه جا طوب. بالنسبه لهذا اللي شفناه دابا الثمن ديالو ما خويا 40 درهم، يلا غير 40 درهم البنات. ها نتوما سجلوا لي اختي وسكريني وعقلي معايا، هذا الموديل اللي شفناه دابا فقط 40 درهم. خليكم معنا مازال ما سالينا الناس اللي كيبغيو زواقات كخفاف ياك. شوفوا لي السيال ديال هذا شحال، السيال عاوتاني يا سلام. شوفوا واو شوفوا لي البنات، شوفوا لي ما شاء الله. شوفوا لي تبارك الله شي حاجه زوينه. اختي شوفي لي ما شاء الله الخدمه ديالو متقونه البنات تبارك الله، ما عندي ما نقول. شوفوا لي الثوب داوي على راسه، شوفوا لي الخديه حتى هي، شوفوا لي لابغيونس البنات. شوفوا لي ما شاء الله شي حاجه طوب. شوفوا لي الباج ديالو مع الذهبي كيحمق ما شاء الله. انت قلبوا لينا خويا عبد الكريم تشوفوه. شوفوا لي ما شاء الله كاين هاد العسل اللي غزال هذا كيحمق. شوفوا لي البنات هذا غزال، شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. ودائما شوفوا لي الخديه ديالو، الخديه ما شاء الله غزاله كتحمق. هذا خويا الثمن ديالو قبل ما ندوزو 45 درهم البنات، اليوم غيبقى لكم عوض عوض شحال اخويا عبد الكريم؟ عوض 60 درهم 70 درهم، عوض 70 درهم البنات. شوفوا لي اليوم يبقى لكم غير 45 درهم. ها انت اختي كتقولوا لي قربي لينا، شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله. وجبد لينا اخويا الرماش ديالو هذا ياك، شكل العدسه شي حاجه العدسه. شوفوا لي غزال كيحمق ما شاء الله. انت شوفوا لي اختي،
شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله، واعر واعر البنات. حتى التراب ديال الطوب ها هو فين هو، نشوفوا الطوب ديالو. ها انتم شوفوا لي الطوب، ها انتم الخديه غزال كيحمق. ورينا هذا اخويا عبد الكريم، شوفوا لي عاوتاني هاد الزواقه واعره، شوفوا لي الرماج، شوفوا لي شوفوا لي البنات غزال كيحمق ما شاء الله. ها انت اختي يلا اختاري وشوفي اللوينات ما شاء الله، لون كاين السفلون ورينا الموديل. اه شوفوا لي كيفاش كيجي البنات، جا خطير مع البوردو. فاس عاد السوق فاس ورده هنايا، ديري هنا فاس ورده. ها انت مامي الا جيتي سولي سولي على العدسه، هي هذه العدسه ياك. شوفوا لي غزاله ما شاء الله، اللوينات ديالها كيحمقوا تبارك الله ما شاء الله. والثمن حتى هو غزال 45 درهم البنات، لا غلا على مسكين. كلشي يفرش لي كلشي يفرش اليوم، وكاين حتى حتى السامبل مبره هذه. المبره هذه تتبقى ب 35 35 درهم. 35 درهم يلا اللي بغى يدخل معها المبره راه حتى هي كاينه 35 درهم. وخليكم معنا وتعالوا ندوزوا موديل اخر الخيال العلمي البنات. دابا غندوزو البروكار ماتلاسي بوم، بهذا شي حاجه زوينه وثقيله. شوفوا لي الماتلاسي البنات، شوفوا بوم البنات. شوفوا لي الخدمه كيفاش دايره، شوفوا لي انت قلب لينا خويا نشوفوا. شوفوا لي شوفوا لي خدمه بومبي حتى الظهر ديالو كيف كتشوفوا حتى هو راه بومبي ومخدوم، ماشي سقلي من الشوش ولا شي حاجه من الجوج. لا منبت بي مخدوم بي عفوا، مخدوم يعني مع الثوب فوالا، ماشي غيطير لك. لا كاين فيها التلميطه والثاني اخر. شوفوا لي هذه زواقه اخرى، شوفوا لي ما شاء الله طرواب بياس، زي ما طرواب بياس دائما طرواب بياس. والخديه ديالها شوفوا لي الخديه كيفاش دايره، شوفوا معايا الشكل تتكون في المطروز هذه شي حاجه زوينه. ها انت اختي شوفوا لي واعره البنات. ما عندكش اخويا مخيطه؟ كاينه في السيال. في السيال شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله البنات، بحال ما هكا فاس ورده وفاس ثاني من التلميع كيحمق ما شاء الله، فاسات بجوجهم كيحمقوا ما شاء الله. هو هذا اللي شفناه. شوفوا لي السيال البنات، شوفوا لي السيال وشوفوا لي الخدمه. ها انتم كيفاش جا، هاو تخيلي اختي صالونك، شوفوا لي ما شاء الله هكا وفاس بحال ما وبجوج من الفاسات كيحمقوا. شوفوا لي وفيها هاد التلميطه اخرى والثاني اللي ما عجبهاش هاد الشكل التلميطات، كاينه هاد كاين هاد التلميطه هادي. شوفوا لي ها انت ديري فاس بحال هكا ناسقي على حساب ذوقك. شوفوا لي بالنسبه لهاد الماتلاس اخويا اليوم شحال يبقى لينا الماتلاس؟ كان تيدير 120 100 اليوم شحال يبقى لينا؟ 90 درهم 90 درهم يلا اليوم غير 90 درهم. البروكر ماتلاسي طروات ديال البنات غير ب 90 درهم. شوفوا واو شوفوا لي ما شاء الله طوب ديالها هذا شي حاجه زوينه طوب وفعلا طوب. شوفوا لي هذه الزواقه الثانيه ديالو، شوفوا لي دومبر برونز هذا شي حاجه زوينه. اييه وكاينه الورده ديالو، وكاينه الورده في الباج ديالو ما شاء الله، الثمن ديالو 90 درهم. ودابا اش غندوزو خويا عبد الكريم؟ دابا الرومي، الرومي الناس اللي كيسولوني على الرومي اليوم البنات، شوفوا لي الرومي اخر ما كاين، شوفوا لي صفيفر وكيفيه الخضر مالكي تبارك الله. صرح لينا هاد الموديل نشوفو، شوفوا لي تبارك الله الزواقه هادي شحال كتحمق. انا اختي شوفي لي ما شاء الله، شوفوا لي الثوب، انا كنقرب لكم بالنسبه للناس ديال خارج كازا. شوفوا لي حتى الظهر ديال الثوب كيفاش الخدمه متقون، يعني صب نرد. كاين الخضر ملكي، شوفوا الخضر الملكي ديالو. ها انت اختي شوفي لي فيه 18 شكل، ها انتم السامبل ولا الاوني ديالو وانتي طاش. اليوم شحال يبقى ليهم اخويا عبد الكريم؟ الثمن اليوم 33 درهم البنات اللي ما يبقى لكم الرومي. وشوفوا لي عاوتاني هاد الزواقه الجديده اختي، فهاد الزواقه شي حاجه ما شاء الله. ها نتوما شوفوا لي اختي سكريني بالنسبه للناس ديال خارج كازا، شوفوا لي وشوفوا السامبل ديالو، شوفوا لي الزرق صبني وردي اونتي طاش البنات. شوفوا لي تبارك الله الثوب راه غليظ البنات، يعني ماشي صبني وردي وشوفوا لي الزرق راه فيه بزاف ديال الزواقات شي حاجه زوينه. اييه شوفوا لي كاين الكرونه كاين الخضر كاين هاد، كاين فيه لوينات تبارك الله، كاين حتى الباج الغوز. شوفوا لي تبارك الله لوينات والثمن 33 درهم، 33 درهم يعني عزلي الموديل اللي عجبك في الرومي غير 33 درهم.
الارسال دائما خارج كازا وحتى خارج المغرب. شي حاجه وفي كازا كديروا الارسال؟ ارسال فابور ارسال في كازا. في كازا الارسال البنات فابور بالمجان. يلا اختي سريعي. زال اختي في الموديلات في اللوينات ديال الرومي، شوفوا لي الجديد الزواقات اللي كاينين في الرومي. في الرومي كاين هذا المواج شي حاجه زوينه، هذا ديال المواج ما شاء الله كيحمقوا. وفيس الزرق كاين، السيال كاين، الصفر والثمن 33 درهم. شوفوا لي البنات 33 درهم اليوم الرومي فقط وحصريا عند افرشة عبد الغني البنات، اثمنة من المصنع مباشرة لعندكم البنات. وكاين شي هاوته اخرى اللي فرش من عندنا وعمر كاينه هاوته. يلا خليكم معنا وكملوا الفيديو حتى الاخر وما تنسوا حتى شي لقطه. عشاق الاسود ما نسيناكم. شوفوا لي ما شاء الله والصوم شي حاجه مسخنه. شوفوا لي البنات تبارك الله، هذا راه تخيلوا معايا الصالون كيفاش غادي يطلع ما شاء الله. شوفوا لي يا خطي ديال ورينا خويا ورينا. شوفوا لي تبارك الله شي حاجه زوين غزاله كتحمق. شوفوا لي البنات فاس بحال ما هكا وخاصنا خرج ديريه ورد. شوفوا لي تبارك الله زعما الصراحه كيبقى النواغ شي حاجه ديري كلاس فاس ما هكا باش ما يطلع. اييه ديال الورده، وشوفوا لي الورده ديالو كيفاش دايره زعما البنات نوع كيبقى سيد الالوان. شوفوا لي واو كيحمق ما شاء الله. نشوفوا الترابي ديالو. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. انا اختي شوفوا لي واش حاجه بالصم عايش بالصم الحر. شوفوا لي الخدمه الصم ديالو كيف يعني واخا تصبني ما غطير حتى شي حاجه. صبني وردي صبني وردي. كاين الباج مفتوح ديالو. نشوفوا الباج. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله الذهبي ديالو كيجي كله بالصم كله بالصم واش حاجه انت اللي بغات الصالون ديالها يغوت. كاين الورده ديالو. شوفوا لي الورده صراحه ما شاء الله كيحمق بس السيال. شوفوا لي السيال البنات عاوتاني. فرصة نكون حيرتكم. شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله غزال. كاين الاسبرو اسبرو اييه الاسبرو. شوفوا البغيون شحال حاجه زوينه ما شاء الله غير من نشوفها راه من نشوفها باين. شوفوا لي الخدمه البنات زعما الصراحه الطوب واعر. التاج ديالو اولا الورده شوفوا لي شوفوا لي البنات شوفوا لي ما شاء الله. والبرونز ماشي بياض هذا ولا البرونز هذا وكيف ما قلت لكم صبني ورضي صبني ورضي واش حاجه زوينه. وكاين الكري وكاين الطوب بالكري عاوتاني شي حاجه ما شاء الله. شوفوا لي انت اختي شوفوا لي اللوينات كيحمقوا ما شاء الله كاملين. شوفوا لي الاسبرو ديالو حتى هو تا الكري غزال ما شاء الله. شي حاجه زوينه هاد. شوفوا لي البنات وكاين الورده وكاينه الورده ديالو. بالنسبه لهذا اللي شفنا دابا خويا عبد الكريم الثمن ديالو 70 درهم 70 درهم الثمن ديال الجمله غيبقى للمتتبعات ديالنا. وهاد الاثمنه هادي راها غير المتتبعات ديالنا يعني الناس اللي كيدوزوا من هنا راه ما كيحسبوش لهم الثمن فوالا. وشوفوا لي هاد الزواقه عاوتاني كيفاش جات بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا افكار. قلنا الزواقه هذه شحال الثمن ديالها؟ هذه الثمن ديالها 70 درهم. لا هذه اللي في المخده هذه هذه حتى 70 درهم هي 70 درهم. هي يلا غندوزو نشوفوها دابا. شوفوا لي يا البنات واو هذا الموديل عاوتاني شكلي ثاني شي حاجه كتحمق. هذه الخطيه ديالو شوفوا لي اللي بغات شي صالون يعني ديفيرون على داكشي اللي كنشوفو. شوفوا لي الرماس انا اختي شوفي لي ما شاء الله نقرب لكم الصم كاين يعني ما غادي يتحيد لا الصبان لا حتى شي حاجه. وكاين الترابي ديالها شوفوا لي الترابي ما شاء الله. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله خدمه كتحمق خدمه متقونه تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي الرماس ديالو ديال الطوب الورده الورده شي حاجه زوينه الورده. انا اختي شوفي لي ما شاء الله الورده
ان شاء الله لون كاين السيف لون وزواقه كتنسي بزواقه تبارك الله اللي بغيتي ها كاينه شوفوا ليا الكارو ديالو كيفاش مفتوح كي اه كيجي رائع حاجه زوينه والرماج ديالو ها نتوما البنات نقرب لكم دائما تشوفوا شوفوا شوفي 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 ما شاء الله والورده بطبيعة الحال وكاين هذا اللون سيال عشاق السيال سيال بلو جين او بلو سيال شي حاجه زعما شوفي لي ما شاء الله ناري كيحمقوا زعما البنات انا حرج تبارك الله لوينات ما شاء الله كلهم كيحمقوا كاين هذا الرماج شوفوا لي الرماج ما شاء الله غزال غزال كيحمق خليو لي البنات في لي كومونتير قولوا لي شمن اللون اللي عجبكم اكثر شوفوا لي هذا الشكل الورده بحال معاك شي حاجه زوين شوفوا لي بالنسبه لهادو اللي شفناهم تما الثمن ديالهم 70 درهم شوفوا لي بالسم الحر وبالسم الحر شوفوا لي شي حاجه زوين اثمنه حصريه ومن المصنع مباشره يعني اثمنه ديال المصنع 70 درهم اختي لا غلا لا مسكين كلشي فرش اليوم مع فريشات عبد الغني شوفوا التراب يا البنات ها انتم الخدمه بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا فكره فاس ورده وفاس سامبل ديال الورده ايه شي حاجه زوينه غزاله ما شاء الله ها انتم اللي بغات تسكريني رجعوا للزواقه ديال 3 دي ما تلاسي 3 دي شوفوا ليا كاين هاد الزواقه جداد شي حاجه زوينه هاد عاوتاني اللي كيبغي شي حاجه ثقيل التوب ديالو ومخدوم تبارك الله راه حتى الظهر ديالو البنات راه 3 دي كيفاش كتشوفوا شو انتوما راه بومبي حتى من الظهر ديالو واخا نشوفوا الكارو ديالو اولا الزواقه الروميه ديالو شوفوا ليا وشي حاجه زوينه قلبي طبيعة الحال صبا نورد كيف ما كنقول لكم دائما البنات وكاين هذا الشكل ديال الورده ديالو شوفوا لي الورده انا اختي شوفي لي ما شاء الله الورده تجي بحال ما تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي البنات ما شاء الله كتجي غزاله كتحمق وكاين حتى الكري ديالو الكري بارد شي حاجه شوفوا لي الكري بارد البنات تبارك الله راه كاين فيهم الالوان البنات مختلفين وتروا بياس دائما واخا نشوفوا هذا الكري هذا ها انتم شوفوا لي الكري تروا بياس كاين شوفوا الزواقه ديال المخده شي حاجه زوين شوفوا لي عاوتاني الزواقه ديال التاج كيفاش دايره بومبي ما شاء الله خدمه متقونه شحال هذا وشوفوا لي الباج ديالو البنات شوفوا لي شوف شوف قال لي شي حاجه زوينه قال لي سمعي قال لي يعني مخدوم معاه يعني ماشي مرشوش ولا ملصق شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله الباج حتى هو ما شاء الله طوب الرماج ديالو ها انت اختي شوفي ليا شي حاجه زوينه ودائما كيف ما قلت لكم 3 دي بومبي وكاين والورده او التاج شوفوا ليا ها انت اختي شوفي ليا نقرب لكم ما شاء الله لوينات غزالين خدمه تواصل معنا في الواتساب راه كلشي مفرشنا صيفطوا لها مفرش يلا اختي تواصلي معاهم في الارقام اللي في الفيديو اختاري الخياطه اللي بغيتي واختاري اللون اللي بغيتي والطلامط اللي بغيتي وغيصيفطوا لك الصالون ديالك كامل مكمول ومخيط ها انت اختي شوفي لي السيال شوفوا لي ما شاء الله لوينات غزالين كيحمقوا تبارك الله هارا لينا خويا نشوفوا السيال شوفوا لي التاج ديالو شوفوا لي التاس شوفوا لي ما شاء الله اليوم اليوم شي حاجه بالبرونز ماشي بالبرونز شوفوا لي شي خدمه متقونه مع الديمان نقول اخويا عبد الكريم تبارك الله عليكم ما شاء الله خدمه غزاله يعني الناس اللي كيبغيو ياخذوا شي حاجه مخدومه وكاليتي انصحكم انا بفريشات عبد الغني البنات لان تبارك الله عليهم بشهاده ديالكم ديال المتتبعات اللي ديجا تقدموا من عندهم تبارك الله وشكروا لي الخدمه ديالهم يعني سواء من ناحيه الخياطه سواء من ناحيه الثوب والاثمنه في متناول الجميع والثمن الثمن زوين الثمن صود والثمن 80 درهم 80 درهم هذا الموديل اللي شفناه دابا البنات هذا 80 درهم 80 درهم
بومبي البنات ما طلعتي بومبي 80 درهم 80 درهم سخيت بكم وصراحه ما سخيت بهاد التويبات ما شاء الله كلهم كيحمقوا كيف ما قلت لكم البنات هاد الاثمنه هادو دايرينهم افريشه عبد الغني لانه ما عندهم المصنع ديالهم يعني اثمنه اللي كتاخذوا تقريبا راه بثمن الجمله يعني سارعوا البنات خصوصا هاد الاثمنه اللي داري لكم العرض غيبقى فيه مده شهر يعني سارعين الناس ديال خارج كازا سكرينيو دائما اللوين اللي عجبكم والموديل اللي عجبكم وتواصلوا معهم في الارقام اللي في الفيديو والناس ديال كازا اجيو اختي مرحبا بكم بالمحل اللي كيتواجد في باب الاناسي قصرية باب الاناسي اللي كيتواجد حدا محطه الترام النسيم ونضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله والى اللقاء. عبد الكريم قلتي لي موجد لينا واحد المفاجاه للمتتبعات. فرش وعمر عندنا وخير تنعطوا هادو جوج كادو. جوج كادو جوج ديال الطابوريات كادو. كادو شوفوا لي البنات هادو كادو من عندكم من المحل الناس اللي غياخذوا يتقداو الثوب. الثوب اللي خادش فيه نصوبوا لها جوج. دابا بلاتي واش اللي شرات الثوب وخيطات ولا اللي شرات الثوب فقط؟ اللي شرات الثوب وخيطات وعمرات. اللي شرات الثوب وخيطات وعمرات غتاخذ معها جوج هادو كادو. تبارك الله عليكم اخويا عبد الكريم. اللي خادت غنخيطو على جوج بحال ما هذا بحال خادت في السيان ندير لها هادو في السيان. الا خيطات فوالا اييه. وجوج هكا كادو من عندنا. يلا تبارك الله عليكم اخويا عبد الكريم. وتحيه لكم يلا المتتبعات ديالنا اش كتسناو هجوم على افريشه عبد الغني. بالنسبه للعنوان البنات قصريه باب الاناسي اللي كتواجد في الاناسي هذا المدخل رقم 6 اون فاس مع محطه الترام النسيم هذه البنات كتنزلوا حدا المحطه ديال الترام النسيم كتلقاو هنا اون فاس مع القصريه واحد الخله هنايا وكاين تما كاينه حمام انتما البنات ها هو نزومي لكم عليه تشوفوه وكتجي اون فاس مع هاد الخله هذا قصريه باب الاناسي كيف ما قلت لكم المدخل رقم 6 وغادي تدخلوا نيشان نيشان مع المدخل رقم 6 حتى الاخر ديال البنات تتوصلوا عند رقم 53 رقم المحل البنات 53 وهو هذا المحل